استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكمان واضح أنه في تغذية واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار هذه الحرب، وكانت كمان لسه من يومين رفضت المقترح اللي قدمته الصين، وده ادى انعكاس على أنه الولايات المتحدة الأمريكية مش شايفة أنه المفترض هذه الحرب أن تنتهي الآن. فمن الواضح زي ما الشواهد كلها بتقول على شاشات العالم كله أن هذه الحرب مستمرة ومحدش عارف امتى هتنتهي. حضرتك شايف انعكاس كل اللي انا بقوله ده ايه على اقتصاديات العالم وعلى الاستمرار وعلى الاستثمار؟ يعني احنا بنتكلم في ارتفاع غير طبيعي في الاسعار على مستوى العالم، هل العالم هيستحمل استمرار هذه الحرب بهذه الطريقه دكتور عبد المنعم؟ انا اعتقد ان العالم مش هيستحمل، هيبقى في نتائج جامده يعني. انما بس خليني اصح يعني اعدل شويه في بعض اللي حضرتك قلتيه. هو فعلا في وجود يعني دوافع شغالة لدى الطرفين لاستمرار الحرب، وعلينا ألا ننسى أن عمل الغزو كانت روسيا لأوكرانيا وأنه في عملية احتلال جرت خلال العام الماضي لدولة مجاورة، وأنه اللي دفع ثمن الحرب دي حتى الآن أوكرانيا بعملية تدمير واسعة النظام. نعم. فدي نقطة أنا أحب أقولها في الأول، لكن أيضا أقول أنه رغم أنه أمريكا قالت طبعا الكلام ده ومستمرة في عون أوكرانيا هي والمعسكر الغرب كله، لكن روسيا أيضا بدأت عمليات تعبئة ذاتية لقدرات عسكرية جديدة وبتستعد لهجوم بيسموه هجوم الربيع، وكذلك أوكرانيا. فإحنا يعني يا إما زي ما بيقولوا بنواجه هذا العام مور اوف ذا سيم مور، يعني اكتر من اللي احنا حتى شفناه المره بالزبط. السنه اللي فاتت بالزبط. وسوف يكون له نتائج اقتصاديه على اوروبا وعلى المتحاربين وعلى العالم كله. ده لا شك فيه، لكن انا في نفس الوقت شايف فارقه امل صغيره موجوده فعلا. من يبقى ده التعديل اللي بتعدله عليا وده كويس قوي، انا موافقه. المبادره الصينيه انا رايي محتاجه، بس بايدن رفضها وكان رد فعله عليها باستنكار. احنا عايشين، احنا بتوع المفاوضات وبتوع الحروب، احنا عشنا يعني انا بقى لي 50 سنه موضوع الصراع العربي الاسرائيلي معايا. صحيح. ففي حكايه صحيح. انك تقولي مبادره وبعدين تلاقي التصريح على طول احنا نرفض ذلك. تمام. عندك لسه الفلسطينيين قاعدين مع الاسرائيليين. نعم. لا الاسرائيليين وافقوا على اللي اتفقوا عليه ولا الفلسطينيين وافقوا. ايوه. ده جزء من صميم العمليه الدبلوماسيه والسياسيه. في التفاوض. نعم. في التفاوض علينا نستحمل شوية وبالعكس ندفع في الاتجاه، يعني رأي دول زي مصر وزي الهند وزي كذا اللي هي الدول اللي قال عليها متوسطة على المستوى الكوني على المستوى العالمي بحكم عدد السكان الموقع الحضارة حاجة كبيرة يعني بيبقى يعني لها جزء مهم او سي في انه الموضوعات في الدفع للتهدئه وللتفاوض بالظبط يعني، وخاصه انه الطرفين الاخر الاساسيين في القصه ما رفضوش بشكل صحيح. مطلق صحيح. زيلينسكي رحبوا هنشوف اذا كان ده هيحرر لنا الارض، هو طبعا عايز يفاوض عشان يحرر الارض. نعم. والروس قالوا احنا هنشوف بحيث موافقين انه اهداف العمليه العسكريه تتحقق. فاحنا يعني دي بدايه ما هياش في تاريخ المفاوضات القديمه يعني ما هياش بدايه سيئه. تمام. هي بدايه تصلح انها تبقى بدايه لما سوف ياتي قبل كده، بمعنى انها بتدي فرصه. خاصه لكن وارد طول امد الحرب. اولا اصل فيها كمان بعض دايما الحاجات دي بيبقى جواها ضغوط، يعني الصينيين لما قالوا كده خلقوا جو لدى الامريكان وغيرهم ان هم ربما يقدموا اسلحه لروسيا. ما فدلوقتي زيلينسكي اول حاجه قال لك انا هقبل على شرط ان الصين ما تديش الاسلحه لروسيا. هي ما تديش الاسلحه لروسيا. نعم. فهي كانه وطلع تصريح رسمي من عندهم بده. فالصين عملت ليفرج زي ما بيقولوا، عملت ورقه وبعدين راحت مضحيه بيها مقابل فكره القبول بالبدء في الـ يعني العمليه التفاوضيه.
تمام. يعني انا شايف ده في بارقه امل. طيب حتى في ظل لو حصل مفاوضات والمفاوضات بتاخد وقتها وده طبيعي وطبقا للي حضرتك قلته، هل هيستحمل العالم هذا الارتفاع في الاسعار؟ يا العالم استحمل الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. حضرتك قلت لي العالم مش هيستحمل. لا انا قلت لك مش هيستحمل بمعنى انه هيبقى في الم. انما يعني ايه كلمه مبارده دي عامله زي التفاوض بيني وبينك دلوقتي حوالين يعني يستحمل. هل هيؤدي ده الى توسع الحرب؟ ده كلمه بمعنى زي اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه، هي بدات بانه المانيا دخلت بولندا بعد ما ضمت النمسا وسكتوا، بعد ما ضمت تشيك وسكتوا، فلما جم دخلوا بولندا بدات الحرب العالميه الثانيه بقى وابتدى تكوين التحالف الغربي الى اخره. هل ده اللي احنا بنتكلم عنه ان العالم بيتجه اليه؟ تاني حاجه ما تنسيش العالم ابتدى يتدرب على الحرب، على المآزق التي حدثت في الحرب حتى الان. على سبيل المثال رغم الازمه الشديده في موضوع الغذاء عاد يعني كانت شديده رفعت الاسعار حتى كل الحكام في العالم في مشكله هنعمل ايه في العيش والخبز. حكام العالم في مشكله وايضا الشعوب رافضه، يعني هناك شعوب خرجت من اوروبا ترفض استمرار هذه الحرب او ترفض دعم حكومتها. ما حصلش في الخروج ده ان احنا حصل حرب اهليه مثلا، واحنا لازم نستنى اما ده يحصل ايه دكتور؟ لا انا مش بقول نستنى، انا بقول انا بقول انه يعني الكره الارضيه العالم اللي بنتحدث عنه ممكن يواجه الام ويواجه صعوبات ويواجه سخط ويواجه غضب ويواجه مآزق سياسيه، لكن في وسائل للتعامل معها. على سبيل المثال عندنا موضوع الغذاء في الاخر جرى الضغط على الاوكرانيين والروس ان هم الاثنين يوافقوا يعدوا الغذاء وابتدت الناس تدور بقى احنا ندور فين القمح في الهند جبنا من الهند الارجنتين عندها كذا كيلو فلسطين جبنا وهكذا زي في الفراخ زي وبعدين انت عندي كمان موضوع الطاقه اللي هو في وقت من الاوقات يعني اتقال عليه انه كان هو ده الازمه الكبرى وبعدين في حاجه كده اسمها الجنرال حظر يعني كانت الازمه الكبرى واحنا داخلين على الشتاء وهيبقى برد والناس ما تلاقيش غاز للتدفئه وكلام زي كده، فده ادفى شتاء في تاريخ اوروبا الحديث. يعني صحيح هي الطبيعه لعبت دور في الحكايه دي وابتدت بقى ياخدوا من غاز شرق البحر الابيض المتوسط، احنا طلعنا ميدان التحرير عشان نزود يعني نسبه الغاز اللي احنا بنصدرها وكان ده برضو معاون ليس قليل لاوروبا، عملنا اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي. طبعا الغاز القطري لعب دور مهم وهيلعب دور مهم والغاز الجزائري كذلك لعب دور مهم، فاحنا ابتدى العالم يعبأ قدراته للتعامل مع الازمه. بيبقى في لحظات حرجه ساعات انه الناس مش مستعده ان العقود صحيح. ان الاسعار ارتفعت زياده، ما هم الاسعار فجاه بشكل مرعب. تقدير حضرتك تقريبا الحرب دي ممكن تستمر قد ايه بخبره حضرتك يعني في التفاوض؟ والله لو في تفاوض تخلص على السنه الجايه يعني، انما لو ما فيش تفاوض نكمل يعني هيبقى متوقفه كثيرا عن نتائج المعارك اللي جايه. يعني اللي هي هجوم الربيع اللي جاي ده استنى على مايو يونيو لما نشوف ازاي هيتم التعامل معاه. اذا مشيت زي ما حصل السنه اللي فاتت يعني اعتقد هيبقى في تغيرات كبيره في روسيا. فهيبتدي يعني لانه روسيا هي داخله هنا زي الفريق اللي هو زي كره القدم مثلا البرازيل بيلاعب فرقه صغيره قوي وبعدين ما كسبش الجيم وعنده شوط تاني. اذا هتبقى هنا الشوط التاني هو اللي قادم في الربيع ان شاء الله. طيب مهم ان احنا نتابع مع حضرتك من وقت للتاني تطورات الموقف ان شاء الله ورؤيتك ورايك. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم سعيد.